متابعين بي الايف، وكل اسبوع بنتعرف بي تالنتس على مواهب فنيه مختلفه. اليوم معنا بيرلا العلم بالغنى وبالعزف. اهلا وسهلا فيك معنا بيرلا. اشخاص كثير نتعرف عليهم ونتعرف على مواهبهم كل اسبوع. خبريني شو اللي ميزك وشو اللي عطاك دافع وخليك تتاكدي انك انسانه موهوبه؟ سمعناك قبل الهوى قد ايه عندك هالشغف للموسيقى وللغنى وللعزف على الجيتار تحديدا. ميرسي. اول شيء انا وقت اكثر مره هيك حسيت انه عن جد هيدي نعمه من الله، الله عطاني اياها، هي وقت كان في مسابقه انديو تالنتس ببرسا، وحدا من رفقاتي كان تحت من المنظمين لهيدي المسابقه، فقالوا لي انا ماني تلميذه انديو، فقالوا لي اذا بتحبي تعبي فراغ بين وقت الجوري تكون عم بتنقي الاشخاص صوتك انه حابين مبينك. قلت لهم اكيد واي نوت. قلت لهم قد ايه بدكم اغاني؟ قالوا لي تو سونغز ماكسيموم. سو عملت غنيتين اجنبي حضرتهم ورحت على رواق وطلعت على المسرح وقت الجوري بدهم يقرروا الرابح. فبلشت غني، خلصت الغنيتين، تعملت شيئتي من تحت كامله بعد بدنا وقت. طلعوا في العالم بيرلا غني عربي، بلشت عربي، اتس امبروفايزد، ماني متمرنه عليهم، بلشت كان الزمان وكان، وفجاه العالم قاموا كلهم وبلشوا يغنوا معي ويزقفوا، كان وقتها شعور بيعقد. خلصت للغنيه بوقتها ورجعوا قالوا لي وي وونت مور وي وونت مور، انا ام لايك انه شو انه معقول انا وجيتاري وبس وبعد بدكم اكثر. سو رجعت غنيت كمان بنت الشلبيه، رجعت بعدها كمان طلبوا بعد غنيت قدوت حلبية كمان، وكله هيدا على جيتار قلت جيتار وغنى وبس. مزبوط. ما جربت انك تكوني عم بتغني مع فرقة موسيقية او تكوني انت كمان عم تجربي غير آلات موسيقية؟ جربت غير آلات موسيقية، جربت البيانو، هلا عم جرب العود كمان، بس آلتي يعني ما بعرف كيف آلتي هي الجيتار، يعني أكتر آلة هيك حسيتها قريبة علي هي آلة الجيتار، وقدرت نمي فيها موهبتي. و اون بلوس انا بكون عم رتل بشوار بدايتي، وكمان كنت باستورال يونيفرسيتير، كنت مع الباند باستورال بدق معهم بعزف معهم وبرتل معهم. هلا كل الاشخاص سمعوا اصواتك، صار نحن اللي بدنا نسمع صوتك، شو رح محضرتي لنا لليوم؟ محضرت لكم لليوم بيني وبينك يا هالليل، غنتها اختها لفيروز هدى. تفضلي. على بابي بتاع
حلو كثير بيرلو. عمرك بنعرف 22 سنة، بلشتي عن عمر صغير أكيد، خبرينا شوي شو كانت أجواء البيت؟ أجواء البيت المامي بتدق جيتار، وهذا الشيء أنا أخذته منها، تعلمت من خلال الجيتار. وفي بابا كمان كثير تأثرت فيه بدق عود، وكانوا بالبيت يعني امي وقتها تغني وبي وقتها يدق عود، كنت كثير هيك اسمعهم وانبسط وحس حالي انه انا كمان بدي اكون مثلهم. فاخذت الانسبريشن من اهلي تحديدا ومن بي خاصه، بي كثير متاثره فيه، هو فنان وبيرسم وهيك، بس ما برسم مثله، بس انه اخذت الفن والوحي من بي. جربت آلة العود؟ جربت آلة العود مؤخرا، يعني هلا يعني من شي 4 أشهر بلشت اتمرن على العود. والكل قال لي كملي فيها لانه كثير بتلبق مع نوعيه صوتك، خامه صوتك. بيرلا درست شي الموسيقى او هيدي موهبه عندك اياها وانت عم بتنميها لوحدك؟ انا درست 3 سنين جيتار، انا ماني دارسه غناء ولا اخذت وركشوبس بالغناء، الغناء لحالي انا بلشت عن عمر صغير، عن عمر 7 سنين، بينما الجيتار اخذت 3 سنين، وهلا ماني عم باخذ كورات موسيقى او هيك. بس هل بتلاقيها هالشغله بركه نقطه قوه او نقطه ضعف، او كيف بتصنف الموهبه اللي عندك اياها؟ بصنف الموهبه اللي عندي اياها، نميتها للموهبه بالبراتيك، بس ما نميتها بالدرس، يعني ما درست الموسيقى كتيوري، بدها تهذيب موهبتي، يعني بغض النظر قد ما كانت الموهبه حلوه بدها تهذيب. فان الله راد اكيد ما راح اتركها هيك، وحاكون عم بشتغل عليها. حابين نسمع صوتك الحلو بعد مره، أكيد. شو محضرتي لنا؟ محضره كمان يا عاشقة الوردي لزكي نصيف. تفضلي. شو أعمالك الحالية؟ عم بتحضري لشي عمل معين؟
هلا حاليا ب 22 فيفريي الفنانه ماي مطر رح تكون عم تحكي كونسرت بتياتر سجاس جديده، حكون عم شارك معها بكفر انا وياها، حنكون عم نعمل ديو. وجه لها تحيه كثير كبيره لانه كل الوقت عم تعطيني السبورت من وقتها ما شفتني بالبرومت تبعي بالترمينال، واخذت الكونتاكت تبعي وقالت لي اي شيء بتعوزيه على طول بتحكيني. فهلا حبت انه تدعمني بالكونسرت تبعها اني شارك معه. كل التوفيق ان شاء الله لهالكونسرت اللي عم بتحضريله. في اي طريقه ثانيه عم تقدري توصلي فيها موهبتك للجمهور؟ اكيد هلا الطريقه المعروفه والمتبعه هي السوشيال ميديا. انا اكيد على الانستا عم كون عم نزل كفرز وسونجز وكون عم دق وغني بنفس الوقت، مع انه هالفتره ما كنت كثير اكتف، بس ان الله راد الفتره اللي جايه حكون عم بشتغل عليها اكثر، وبهالطريقه بكون عم وصل اكثر صوتي للناس. صح، بس في كثير اشخاص كمان عم بيتبعوا هالطريقه، كيف عم بتجربي تميزي حالك؟ كل واحد عنده ستيل وكل واحد عنده الايدنتيتي تبعه، فانا بجرب كون عم اخذ الايدنتيتي تبعي، انا عملت الايدنتيتي تبعي، وهيدي الايدنتيتي تبعي عم جرب اوصلها للناس، يعني بس يسمعوا بيرلا جيتار مع فيوجن عربي، بعتقد انه شوي بتميزني عن غيري، بيعرفوا انه هيدي بيرلا از هير ايدنتيتي. فبهيدي الايدنتيتي. حابين نسمع منك غنيه اخيره، كثير سريعه، فينا نلحق بعد؟ أكيد. بيرلا انا بتمنى لك كل التوفيق، وانبسطنا كثير بوجودك معنا وبصوتك الحلو وبالموهبه الحلوه اللي عندك اياها، نحن رح نختم معك هلا بهالغنيه، هيدي كانت تالنتس، الموعد بيتجدد الاسبوع الجاي بذات الوقت، تفضلي. وانا بين ايديك تهت في مكاني ونسيت معاك عمري وزماني، دلوقتي فات وياك ثواني، قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك، اتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول لي الدنيا في حالها ان انا بهواك، ان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني لي سيبني اعيش احساس عشق القمر، النجمة والليل والسهر، أنا شوقي ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر، أنا عشقي ليك عشق القمر، النجمة والليل والسهر، أنا شوقي ليك فوق الخيال فوق احتمال.